يعطي اللقب للترجي. حازم باشا يسجل بما قدمه الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. ماتش كامل والنتيجة عند الترجي الرياضي التونسي. رجع الزمالك مع نهاية المباراة، لكن حسمها الترجي، حسمها بتسديدة ولا في الأحلام من حازم باشا. تسديدة ممتازة جدا، تسديدة سويت لقب من حازم باشا. ألف مبروك للترجي، ألف مبروك لتونس. هذا التتويج قلنا كرة اليد التونسية.